مسؤول الهلال يا جماعة قال مفيش أي شكوى جات لي من اتحاد الكرة المصري. ليه يا جماعة اتحاد الكرة ما فكرش إن هو يساند الأهلي؟ ليه اتحاد الكرة ما عملش شكوى للكاف؟ ليه ما طلعش واتكلم وساند النادي الأهلي؟ ما ينفعش الموضوع يعدي من غير حاجة. لو الزمالك كان اتحاد الكرة بقسم بالله ما كانش هيسكت، كان خاف من رئيس نادي الزمالك وما كانش هيسكت. ليه يا جماعة اتحاد الكورة مش مساند النادي الأهلي؟ ليه مش واقف مع النادي الأهلي؟ كمان الاتحاد العربي والمنظمين للبطولة العربية بيتحايلوا على الأهلي تاني عشان خاطر يلعب في البطولة العربية. شفتوا يا جماعة حجم النادي الأهلي ازاي بينجح أي بطولة، ازاي دعاية وإعلانات وبس. شفتوا يا جماعة النادي الأهلي، احنا من حقنا في مصر نفتخر ان في نادي زي النادي الاهلي. كمان ميدو اللي كان بيهاجم الاهلي بيقول دلوقتي ان شريف افضل راس حربة وفي حملات ضد الاهلي. طب انت ليه ما اتكلمتش الكلام ده ايام رئيس ليه ما اتكلمتش الكلام ده ايام رئيس الزمالك ما كان موجود؟ ليه اعلام الزمالك يا جماعة غير رأيه؟ ليه يا جماعة هم يعني خايفين، كانوا خايفين من هجوم الزملكاوية؟ كمان إعلام الزمالك لما كان الزمالك متعاقد مع مصطفى شلبي كان بيقول إن اللاعب زملكاوي وإن اللاعب كان منى عينه يجي نادي الزمالك، مع إن إحنا كلنا عارفين إن النادي كان واخد الصفقة ديت عشان يغيظ النادي الأهلي فقط لا غير. ليه يا جماعة إعلام نادي الزمالك بيضحكوا علينا؟ مصطفى شلبي يا جماعة اللي بياخد 41 مليون جنيه أصلا وما لعبش كورة وما كانش بيلعب كورة، وليه دلوقتي اللعيب بيقول أنا عايز أمشي من النادي ومش عايز أكمل في النادي؟ ليه يا جماعة إعلام نادي الزمالك مش طالع يفهمنا فيه إيه ومش طالع يتكلم، مش طالع يتكلم في الموضوع ده ليه؟ كمان الجمعية العمومية بتقول إن حبس رئيس الزمالك وسام وشرف على الشعب المصري والمفروض نفتخر بيه. هو يا جماعة اللي شاتم أسطورة النادي الأهلي وأسطورة الكرة المصرية محمود الخطيب، الراجل اللي منجح النادي الأهلي قولا واحدا، ينفع نقول عليه كده؟ ينفع نقول على اللي شاتم الخطيب ينفع نقول عليه كده؟ كمان طارق يحيى بيقول إن الزمالك محتاج جماهيره والزمالك بيمر بأصعب فتراته. طب إحنا عملنا، طب لما الخطيب كان بيشتم، طب لما عفوا مرتضى كان بيشتم الخطيب وكان بيقول عليه حرامي ساعات، ليه ما قلنا لهوش بلاش يا ريس الكلام دوت؟ وليه لما الخطيب طلع، لما الخطيب اشتكاه بنقول عليه مؤامرة؟ طب ما قلتوش ليه المرتضى ما يشتمهوش؟ ما قلتوش ليه رئيس نادي الزمالك احترم رئيس المنافس؟ ليه دلوقتي جايين بتشتكوا؟ اهو النادي اللي وقع واللي حصل ده كله بسبب النادي، بسبب ان رئيس، بسبب غلطات رئيس نادي الزمالك قولا واحدا، وبسبب اللي رئيس نادي الزمالك كان بيعمله ويتهم اللعيبه بالتحشيش، وكمان فتوح احسن لعيب عندنا لما اتهمناه بالتحشيش شوفوا مستواه واقع ازاي، شوفوا مستواه، شوفوا ما بيلعبش دلوقتي كوره، الجناح الايسر لنادي الزمالك ما بيلعبش دلوقتي كوره ومش ظاهرينه. شوفوا يا جماعه نادي الزمالك عايز يكيد النادي الاهلي باي طريقه، عايز يتعاقد مع ربيعه، مع ربيعة اللي رامي ربيعة اللي الأهلي خلاص بيرميه، اللي الأهلي خلاص بيقول أنا مش عايزه، جايين إحنا بنلم البواقي النادي الأهلي. دي كانت حلقتنا النهاردة يا جماعة، واللايك بتاعك هو اللي هيأكد الكلام بتاعي، ولو أنت عايز تقول حاجة على لساني أنا قلتها تعمل لايك هتوصل للناس كلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستنوني في الحلقات.